جدتي الله يرحمه الوالد بابا كان على طول يقول لي طلع وشوف، ولما يعمل شيء يقول لي تعال شوف، فهيدا كله دعم بلا ما احس. ولما الوالد يشتغل بالنول وتقول لك تعال طلع على تركيب الالوان بالنول، هيدا نعم، هيدا 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 نعمة، وعم تاخذك صف الوان بلا ما تحس. صحيح. ولو تجي للدعم عائلتي العائلة الصغيرة، انا بقول المرأة تاخذ فنان بتكون صعبة كثير، اصعب شيء المرأة، لانه نحن عندنا مودنا، عندنا حالاتنا. يعني مرتي على طول بتضلها تقول لي انت عم تحلم وانت بعالمك، ومزبوط. انا اذا ما حلمت بعالمي ما فيني ابدع، لانه مثل ما قلت لك عم فيجوالايزر، يعني انا بتخيل السيناريو مش قدامي برسمه. فاوقات مش بعطيهم، مش عذاب، بس بعطيهم مش الراحه، لانه انا على طول قلق وعندي افكار وعندي سجلات مفروض اشتغلها وعندي تجارب فنيه مفروض اعملها. وشغلي مش بس على الكانفاس، شغلي على الحديد، على المعدن، على التنك. يعني حتى برسم بشحم السيارات، برسم بالفاير، بالاسيد اوقات. فهيدي كلها تجارب بدها وقت وبدك تقعد تفكر. وعائلتك على طول المفروض كمان ضلك تهتم، فمش سهل الواحد تاخذ فنان. بالنسبه لناي وادم، ناي كثير بتحب تفوت على الاستوديو او الورك شوب لإلي، بس هي شيء الستريتر، يعني هي ديتيلز، تعطي تأنيت التفاصيل، تفاصيل اللون، اوكي، بس مش جريئه مثل ادم. ادم هيز اجريسيف بينتر، اجريسيف جريء، بيخلط اللون وفرشيته كثير قويه. ما شاء الله اثنيناتهم يعني. اثنيناتهم، وعلى طول ادم اذا عنده ورقه قدامه بخرطش وبيعمل لون حلو فيها. فالحمد لله هيدي نعمه. قلت اهم شيء انا غير دراسته انه يكون عنده نعمه، اذا مش راسم شيء تكنيكال. والله يخلي لك اياهم، الله يحفظك ويخلي لك. نتامل كمان بعدين ان شاء الله نشوفهم فنانين عندنا بعدين جداد كمان. حبيبي شكرا. اولاد وائل حمادي الله يحفظك والله يطعمك، ويصير عندك اولاد وتعلمهم ارث، مش ارثك بس ارث اجدادك، لانه هذا الارث كثير مهم بعالم التكنولوجيا اللي وصلنا معه. وائل مثل ما شفنا، بس فوت واحد على بيتك، لوحات شمال ويمين على الحيطان على الطاولات، فيك تشرحنا شوي بس عن هاي اللوحة على الحيط؟ هيدي لوحة تورنيدو، أو بيقولوا لها زوبعة الحياة، أو مثل ما بتعرف هودي الكاركترز هن جنود عندي، أنا بحطهم وين ما كان بأي لوحة. يعني أوقات بيكونوا على الأرض، أوقات بيكونوا طايرين، أوقات بيكونوا فولكلور، عندهم حالات. فهي الحياة، لو بعد الحياة على طول على طول تخدنا وبتجيبنا وبتبرمنا. كيف؟ هيدي اللوحة مشهور فيها البيس لها، هو في لها كافي، إذا شايف الكافي هون، هيدا كافي ستين، القهوة. أيوه. عطيتها الراستيك لوك، أوكي؟ ومعمولة أكريليك. يا إتس حلو كثير. كل لوحة فيها تكنيك جديد. هاي لوحة كثير مميزة، أنا بتناظر هون لما كتبت حسيت مثل وجه مع عدة شبابيك وشغلات فرص ضايعة. فيك تشرح لنا عنها أكثر كمان؟ مثل ما شايفين، إذا شايفين خطوط فيروز، هيدي اللوحة اسمها فيروز 3، لأنه هي ثالث مرة بشتغلها لفيروز. فيروز لما تقول فيروز بتجمع كل شيء، تجمع الضيعة، تجمع البيوت، تجمع الصباح، تجمع كل شيء عندنا من تراث. يعني بتقول فيروز خلص قلت لبنان. هيدي لوحة مشغولة على كانفاس اكريليك، نايف مش حاف، ثيك اكريليك، الوان، هي الوان الدفء عندنا، اوكي، والوان الشتوية بنفس الوقت. يعني اي مدار بالسنة، كانك بالشتاء ولا بالصيف ولا بالخريف، روح فيك تسمع فيروز، اوكي، وفيك تشوف فيروز، وعلى طول هي بقلوبنا وببيوتنا. هي فيروز 3. برافو، كثير حلو، احسن. وائل، هيدي اللوحة طبعا الكبيرة ملفتة للنظر،
ما حاسألك عنها، يا ريت انت تحكي لي عنها. هيدي اللوحة هي كانت معروضة ب من 4 سنين بالرافل هوتيل. كان هدفها تشاريتي لنور دبي، مؤسسة نور دبي. فكان طولها 21 متر مكتوب عليها بالنص يد الله فوق أيديهم، مشغولة أناتومي وكاليغرافي مركبة على الكلمات. على الميلتين آية قرآنية، بس على اليمين هي الآية من اليمين للشمال، وعلى الشمال هي بالعكس الشمال اللي مقلوب الآية. اشتغلتها، بقيت شهر اشتغل فيها بالرافل هوتيل. صار في اوكشن عليها، راح الاوكشن للعمل الخيري، رجعوا ما لقوا محل يحطوها، فاضطروا اللي يسألوني شو بدي اعمل فيها، قلت لهم انا برجع باخذها لي الشرع. وبقيت عندي هي جزء من 3 اجزاء، هي 7 امتار، مشغوله على اكريليك وفيها جولد ليف. وصريحة عمري حبيتها وحطيناها بالصالون. كثير حلوه، كثير حلوه. اهلا وسهلا بيك.